دكتور انك تخليها من ضمن برنامجك ان شاء الله. انا ما عندي مانع، هذه اقول لك معاناه انسانيه لك الاجر فيها. انت اذا تبنى قضيه البدون فهي امر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه من الواجبات، لانهم ناس مسلمين وياك وناس في مجتمع الكويتي ده. وبعدين وصمه عار في تاريخ ايش؟ دوله الكويت. فيجب ان نتبناها ونقضي على هذه الظاهره باذن الله عز وجل. اتمنى والله دكتور انها تحل هذه القضيه كل ذي حق القانون واللوائح. بذكر سؤالي اللي قبل قليل الاتصال، ان لك كان مقاله في جريده الشاهد انتقدت الخطاب السياسي اللي طلعوه البعض في رحيل رئيس الحكومه سمو الشيخ ناصر محمد. انا ما اذكر شنو الخطاب، يعني انا انتقدت الحكومه كثير. عدل؟ ليش انتقدتها كثير؟ انتقدت الحكومه كثير سلمك الله، لان انا رجل لما تقول لي والله معارضه اقول لك انا معارضتي معارضه نصح وارشاد. نصح وارشاد؟ شنو اللي شفته؟ وارشد، تمام؟ شنو اللي شفته؟ وادلهم على الخط الصحيح. شنو اللي شفته دكتور؟ تمام؟ ففي اخطاء صارت فانا بينتها. شنو الاخطاء؟ اتمنى باذن الله عز وجل ان هذه الاخطاء تتلاشى مع مرور الزمن. من الاخطاء يعني انا ابي سلمك الله، ابي مجلس الوزراء يتعامل مع الحدث تعامل قانوني اداري واضح. اتمنى من مجلس الوزراء انه يضع الرجال الوزراء الاكفاء اللي ينط لهم العمل ويخدمون دوله الكويت. مو يصير مثل ما قال الشاعر كم وزير هو كالوزري على ظهر الوزاره. لا، نبي وزير صحيح. ما نبي وزير هو وزر. نبي وزير سلمك الله اذا اتخذ القرار يتحمل التبعات، مو وزير يهدد نائب ويخاف. لا، صار عنده استجواب قاعد يقرقع يخاف. لا، نبي وزير قوي. الدكتور كان يخافون الوزراء من الاستجواب، الان يضحك وابتسامته شقاقيه ويقول يلا اللي بعده. ضحك في هذا المجلس. صوت عالي اللي بعده. ضحك في هذا المجلس لانه يملك العدد الكبير. اما في مجلسنا السابقه ما ضحك. ما كان في عدد. ما كان عندي عدد. شو الاسباب؟ شو الاختلاف؟ ليش الاختلاف هذا؟ الاختلاف سلمك الله انه يعرف ان هؤلاء الناس مع الحق. كلهم؟ احنا ترانا مع الحكومه اذا اصابت وضد الحكومه اذا اخطات. هذا اي انسان وطني يحب مصلحه الكويت لازم يعرف ان الشيء الخطا يقول له خطا. دكتور كلهم كانوا مع الحق في المجالس السابقه؟ يعني اقول لك كان في خلل يعني؟ كلهم مع الحق ما فيه، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ نعم. كان الناس عندهم باطل وكان عندهم ناس عندهم ايش حق. نعم. لكن كلهم مع الحق لا، لكن نقول النسبه الاكبر كانت مع الحق. اما الان ارفع ايدك نزل ايدك، في النهايه نصوت. في النهايه اذا صوت صارت النتيجه سلبيه. هذا اللي دعا الناس انهم يخرجون للشارع. القريب شو اللي وصلنا هذا اللي دعا الناس يخرجون للشارع. يخرجوا للشارع دكتور. نعم. ذكرت في لقاء لك ان كلمه يسقط رئيس الحكومه او كلمه ارحل عمليه مستورده لنا من الخارج، والشباب اللي متواجدين في ساحه الاراده هذول ناس فاشلين حسب لقائك اللي ذكرته. لا انا ما قلت انهم ناس فاشلين، لا 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 لا. لا, لا 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 الشباب فاشلون سياسيا ويحاولون تلميع انفسهم على الساحه. لا انا لا اقرا اللي قبلها، انا قلت بعض الشباب فاشلين سياسيا. بعض الشباب فاشلين سياسيا، بعض الشباب ما يداوم، بعض الشباب يبي يطبق القانون وهو ما يطبق القانون نهائيا. لا، نبي احنا بعدين لازم نفهم ان الناحيه الثكلة غير الناحيه المستاجره. تعرفوا شنو يعني الموجودين؟ نعم اللي موجودين. الانسان اللي يبي يلتزم بالقانون ويلتزم بالنظم واللوائح ويحترم الدستور يجب ان يطبق عليه على نفسه، لا ينهى عن خلق وياتي بمثله. يعني لهم مآرب اكثر اللي كانوا حاضرين ساحه الاراده؟ انا ما اتهم احد، لكن اتمنى ان الانسان اللي كان طالع للساحه يكون عنده وضوح. لكن الحراك الشبابي هذا هو الذي اسقط اشياء واسقط رموز الفساد. بس حاول التيارات الاسلاميه والتيارات الاخرى يضمون هذا النجاح لسقوط الحكومه وسقوط اعضاء مجلس الامه. هذه اللعبه السياسيه يبدا هذه اللعبه السياسيه، هذه اللعبه السياسيه. اللعبه السياسيه ناس يقتاتون على بعض. هذه اللعبه السياسيه وما فيها عيب. حكم انك سياسي وبسمعها بس المشاهدين عشان يثبتون فعلا ان السياسه لا اخلاق لها، لا صديق دائم ولا عدو دائم، مصالح دائمه. لا 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 هذه السياسه سياسة الإنسان اللي لا عنده لا خلق ولا دين. شنو مفهومه الصحيح كلمة السياسة؟ أنا أقول لك السياسة أنك تسوس الأمور بعقلانية وتضع النقاط على الحروف وتعرف المصيب تقول أحسنت والمخطئ تقول أخطأت، تنصح بالنصح والإرشاد. ما نبي معارك. وبعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أول تغيير بقلبك، بعدين بلسانك، بعدين بيدك. ونتمنى ان لا يصل التغيير في الكويت الى اليد.
والان صار بس باللسان. ليش بيصير بالايد مستقبليا؟ ها؟ بيصير بالايد مستقبليا؟ اذا تنامت الامور هذه بشكل غير صحيح راح يحوشنا مثل ما حاش الدول اللي غيرنا. هذه ما ينكرها جاهل نهائيا. اذا تنامت الامور وارتفعت اكثر من الرصيد او من الحد الموجود الان ترى راح تصير يعني باليد. وصلنا مرحله راح توصل الجرس. باليد راح توصل باليد وراح توصل بالمعارك وراح يصير فيها مشاكل لا يحمد عقباها. كم راح يدخل شنو دكتور الخامس ثم كمثال شنو دكتور؟ شنو فيه؟ كمثال يعني اعطني مثال واحد. لا تنسى انك في ناس مستاجرين يدشون معاك في هذه او هذا الحراك يدشون في ناس مستاجرين. هؤلاء المستاجرين من يعرفهم؟ داش معاك على غترته وعقاله وماشي معاك وصارخ ارحل ارحل وبعدين نقول ايه الحل ايه الحل. وصفتهم كذلك هذا لازم نعرفه يعني دكتور. لا عندنا نقول ارحل اي انسان مهما كان. إذا كان إنسان سيء نقول له أرحل أرحل أرحل. أما الإنسان نقول الجيد المحترم نقول له ابقى ونحن معك ويدنا بيدينك. نقول أرحل للشخص اللي ما عنده الكويت أولا وهالشعب الوفي ثانيا. نعم هذا أساس أن الإنسان اللي ما يحط نصب عيونه الكويت ترى شوف يا أخو بدح ولا هو أخوي الثاني. الكويت سلمك الله أعطتنا الكثير. الكويت لما تشوفها ترى حسناتها أكثر من سيئاتها. ترى الكويت ما احنا محتاجين شيء بس نحتاج الى ان نكمل هذا الشيء. عندنا خدمات تعليميه لكنها ناقصه بنكملها وعندنا القدره ان نكملها. شلون نكملها؟ بالتعاون بين السلطتين. نضع على هذه السلطه التشريعيه وناس اكفاء زين يحترمون العقول ونضع على السلطه التنفيذيه ناس يواصلون الليل مع النهار لرفعة هذا البلد. بس هناك بعض النواب خايفين على البلد قاعد يطولون صوتهم قاعد يوصلون معاناة الشارع الكويتي وعندنا حكومة خوافة تخاف من الظل لو يمر عليها هذه الحكومة. يا سيد الفاضل الجبان يموت في اليوم أكثر من 100 مرة والرجل الشجاع لا يهاب إلا الله سبحانه وتعالى. دكتور ذكرت إذا وصلنا أن الوزير يخاف من النائب وترى ما يخاف إلا على شنو؟ على بطلان لأن فيه بلا. لو فيه على حرف يخاف منه. فيه بلا وفيه جلا. لازم أضع النقاط على الحروف على علامة استفهام لا ومو يرضي لفلان وعلان. لا الوزير يجب أن يكون وزير صحيح ما يكون وزير. وأنا أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن إذا اختار أن يختار الرجل الأمين المصلح ومعنى المصلح أنه صالح في نفسه مصلح لغيره. متأمل دكتور في الحكومة القادمة؟ والله شوف أنا ما أعلم الغيب لكن نقول مثلا بوادرها ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه. دكتور يعني اذا طلع عندنا مجلس زين لازم تطلع حكومه ايش على مستوى هذا ايش المجلس هو الا لا طبنا ولا غد الشر. دكتور كل يوم نحل المجلس. في احد مقالاتك كتبت ان الخائن والقشاش والمضلل اقرب من اهل السلطه. منو قصدك؟ شلون؟ كتبت في احد مقالاتك ان الخائن والقشاش والمضلل اقرب لاهل السلطه. منو قصدك في هذا الخائن؟ هذا الوصف اللي قلت لك اياه. اي انسان خائن قد يكون مثلا مسؤول من المسؤولين قد يكون مركز قيادي مالك مقصد معين قد يكون تاجر من التجار مالك شخصية معينة مو شرط عضو مجلس امة. نعم انا اعطيك الوصف. نعم فيكون قريب عندي ايش السلطة. في فكرة ببالك دكتور شخصية معينة؟ انا اقول اي انسان متنفذ. نعم اي انسان متنفذ سواء تاجر سواء عضو مجلس امة سواء صاحب قرار هذا انسان اذا كان فاسد الفاسد لا ينتج الا فاسده. دكتور ذكرت ان اخواننا الشيعه وتيارات اخرى سيتلقون ضربه من الحكومه. ما المقصود منها؟ ضربه قاضيه بعد. انا شوف انا ما شو اسمه انا قلت هذا سلمك الله في جريده الوطن في صفحه كبيره عريضه وقلت ان بعض الناس يظنون ان الحكومه الكويتيه حكومه غبيه يعني. لا انا اقول الحكومه الكويتيه يعني حكومه داهية في المعاملة. شلون داهية؟ وهي تخاف قبل شوي وقاعد تنتقدها. انا اعلمك داهية في المعاملة والداهية قد تكون يعني شيء سلبي وشيء ايجابي. كمثال عدل لما اقول لك ان في يوم من الايام الحكومة وصلت التيار الفلاني الى مرحلة ثم نزلته اسفل سافلين ثم جاء الوقت المناسب انها ترفع تيار معين
ويشارك معاها حتى في الحكومه. شنو التيارات؟ ما نزل دكتور عبد الله عشان تكون واضحه للمشاهد شنو التيارات؟ التيار اسمه التقدمي، التيار الوطني، التيار الاسلامي، في يوم من الايام وصل وبعدين نزل. والحين انت تحذر مثلا اخواننا الشيعه؟ انا ما احذر احد، انا ما احذر احد، لكن بس قلتها باللقاء. انا ما احذر احد، لكن قد يكون هذا اسلوب تحذير، وقد يكون اسلوب تنبيه، وقد يكون اسلوب فيما جرى من قبل. الان اخذوا سلطه، اخواننا الشيعه اخذوا سلطه، قد تكون عليهم ضربه قاضيه فيما كانوا من قبل. يعني شوفوا من قبلكم. قلت كما اكل الثور. شنو اسباب الضربه القاضيه؟ الضربه هذه الحكومه تصير كذي. هذا اسلوب الحكومه. الكل الان ترفع ناس ثم تنزل ناس. الكل الان الناشطين السياسيين واعضاء مجتمع السابقين يتغنون في قضيه الوحده الوطنيه، وهم من صنع هذه الصنعه، وهم اللي قاعد يمزقون المجتمع الكويتي. شوف الوحده الوطنيه مو كلمه تنقال. الوحده الوطنيه مو يقول لك اليوم واحد طالع يقول والله انا رجال القبيله والعنصريه ولا طائفيه ولا حزبيه ولا كذا. هذه افعال لازم تترجم الى عمل. شوف الانسان باشا اذا صار عضو من سمه، هل عنده طائفيه؟ هل عنده قبليه؟ هل عنده عنصريه؟ هني تحكم على الرجال. ما تحكم عليه الا اذا ايش؟ اذا جربته. اذا جربته تعرفه. يعني اعطيك مثال، انا يوم من الايام قالوا للشيعه انت راح تهدم الحسينيات. اتهمت فيها. قالوا. على بالك رجال متدين وكذا بهدم الحسينيات. يعني اكفر الشيعه ما لي علاقه فيهم ولا كذا، لكن الحمد لله عز وجل لما صرت عضو من سمه عرف الحقيقه. قالوا لا هدمت حسينيات. وترى جيراني حسينيه يعني. عدل ولا املك القرار ان يهدم شنو؟ الحسينيات. والشيعه مواطنين كويتيين، قد نختلف معاهم في بعض الامور ولكن نتفق معاهم في المواطنه. دكتور ربنا واحد وقبلتنا واحده. ربنا واحد وقبلتنا واحد ونبينا واحد. وعندنا واحد. شلون؟ وكل امورنا واحد واحده، لكن الانسان اللي بيضرب وتصيد الاخطاء يصيد الاخطاء. انا اقول لك ما في عندنا اختلاف معاهم، لكن عندنا اتفاق قوي على المبادئ. يا اخي خلينا نتفق على اللي اتفقنا عليه، واللي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اما ادش وياك على هالشيء الضيق وادخل معاك، هذه بدايه اسمها الوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه الكويت شنو؟ الكويت دوله عربيه مستقله، دوله عربيه اسلاميه مستقله. شنو تكون منه؟ الناس بدو حضر طوائف اجماعتهم كلمه كويتي. اذا عرفنا اني انا رجال كويتي يعني تهمني دولة الكويت، يعني أي شيء يمس أمن واستقرار هذا البلد لازم يكون خط. أتمنى دكتور من الجميع ياخذون النهج اللي أنت ماخذه الآن، أن كل ما أتمنى هذا واجب إنك تسأل عليه، بس يتغنون فيها يعني هالكرسي الأخضر هذا اللي دمر عقليات بعض الناس اللي ناقصين عقل، أنه يبي يوصلنا لو على والله على يا خداح. والله ما دمر إلا الشعب الكويتي، هو اللي يحطك والشعب الكويتي هو اللي إيش يشيلك. وبعدين لازم نعرف ان المرحله القادمه مرحله ايش؟ رجال، مرحله عقول. لا نغير اشخاص بوجيهه بس، لا نغير نهج كامل نتبناه. وبعدين انا اوصي الناس الان، اوصيهم واوصيكم انتم بعد نفسكم، انك اذا جيت تختار ارجع لتاريخه، ارجع لتاريخ هذا الرجل زين طيب صاحي خبل. الحين نشوف احنا بعض القنوات استضافه ناس مهبل مو صاحي، ومقدم نفسه على عضو مجلس الامه، وين صارت هذه؟ ليش معيل مقابلينه؟ ما ادري عنه. لا ليش سجلته اداره الانتخابات؟ ما تدري عنه، هذا رجال 50 ام اخباته وجنسيته وياه ويحق له شروط الترشيح. ما بعص عقله. متى الطالب بتغييره دكتور؟ بعص عقله شلون الخبل؟ دكتور الخبل ما تعرف انه خبل ومجنون ها؟ لما تتعامل معاه. الطالب هذا جاي سكبه وسبعه ومكاشف وقدم 50 تسجيل في عضويه مجلس الامه او الترشيح بمعنى اصح، الطالب في تغيير بعض قوانينها مستقبليا؟ والله شوف احنا انطلبنا قلنا والله نبيه دكتور، لقيناه دكتور. ان بغنا يصير له مثلا والله جامعي نلقى واحد عنده ابتدائيه احسن منه، عدل؟ نبي نختار، انا لو الامر بيدي اضع شرط الامانه ان رجل امين، رجل ثقه، رجل امين. تطالب اذا صار عندنا عضو مجلس امه امين وثقه، صدق بالله ان النتيجه تصير ممتازه. مع كشف الذمه الماليه؟ شوف انا مع كشف الذمه الماليه، لكن بقولها لكم الان واللي يسمعها الشعب الكويتي كله. قانون من اين لك هذا؟
قانون قاله الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مره واحده. يوم شاف الرجال عدد الصحابه يعني متغير شكله والناس قاعد تسولف حوله، منين جت الخيرات؟ من اين لك هذا؟ لكن انا اخاف ان قانون